أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نجنا من العفاريت وست العفاريت. أشتاتا شلوت أشتاتا شلوت. قلنا يا رب قلنا يا رب بلاش العفاريت اللي في كي جي واني دي. ايوه عيال صغيره كده بيعملوا حاجات مش مظبوطه. قلنا عليا النعمه انا عبيط. في حاجه اسمها عفريت في كي جي واني؟ طب الواحد يطلع له عفريت في ثانوي، عفريت في اعدادي، لكن في كي جي واني؟ وده نصرفه ازاي ده؟ ايوه ايوه ماما زمانها جايه. بابا تتتتح بابا اوبح. واللي معاه خطيبته يتنيل على خيبته. بابا تتتتح بابا اوبح. يا اخي اتنيل انت على طولك وهي افتح. عاوز الشيطان الرجيم. في ايه يا باشا؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ببخر يا باشا. في واحد بيبخر كده؟ في كده؟ عشان يمشي بس. تعالى هنا. نعم يا باشا. الراجل اسمه بقسومات اللي جايبينه ده يصرف العفريت. ماله يا باشا؟ متمكن من نفسه ولا جاي راخر ياخد قرشين ويمشي؟ يا باشا هو اساسا اختصاصه عفريت، ثم العفريت بتاعك ده في كي جي وان يعني يصرفوا لك في حصه. بس انت صنع النبي صنع النبي. اعوذ بالله. اشتهيت شلوت اشتهيت شلوت. اللهم ابعد عنا العفريت. لا 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 لا، ايه الدخان اللي مال القصر ده يا فتحي؟ فيه ايه؟ ده مش دخان يا استهان. امال ده ايه؟ ده بخور. والبخور بمناسبه ايه؟ لازم ريحه القصر تبقى حلوه عشان لما يجي الاستاذ بقسومات اللي بيصرف العفاريت. الاستاذ ايه؟ بقسومات. في حاجه اسمها بقسومات؟ اه والله. وبقسومات ده يجي ساده ولا بسن؟ لا هيجي ماشي ولا على صاد. يا ريت نحترم بعض شويه بقى. ليه؟ لان انا اللي بتاع لي العفريت وانا اللي بعت اجيب بقسومات. منين؟ من الفرن. قله الادب دي. ليه انتوا مش عاوزين تصدقوا ان انا بتاع لي عفريت عيل عن 3 سنين في كي جي وان؟ يعني مدارس لغات يا وكيل؟ وانا اللي صرفت عليه؟ هو نازل بيتعلم انا معادي. حي مداد مداد. وصل 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 وصل. مين اللي وصل؟ صاحب الطلعه البهيه والخطوه اللي هي حلال العقد الابيه الاستاذ بقسومات ابن الست نجيه. خليه يدخل يا ابني الغبيه. خلي الاستاذ بقسومات يتفضل يا ابني قبل وشه ما يتحرق. بس بقى انا بخاف من الحاجات دي قوي. وتخافي من ايه؟ ده بقسومات اذا ما صرفش العفريت هناكله. انا رايك والله. اتفضل يا استاذ بقسومات. جايب لنا علي بابا يا ابني في ايه؟ ده مش بقسومات ده كايزر. بس بقى احترم نفسك، الراجل ضيف عندنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه ده؟ مالك؟ ده هو يخرب هو بيت الشهره يخرب بيتها. اصل انا بدي محاضرات في التلفزيون عن الجن والعفاريت فاكيد اتفرج. ايوه انا كمان شفتك. فين؟ في قناة الأطفال. سيب في القطع. أيوة كنت بتكلم على العفاريت الصغننة. حضرتك اللي بتعمل برنامج زيزو النتن؟ أيوة حبيبي. تشوف زيزو النتن؟ أشوف زيزو النتن. أيوة أخويا زيزو أنا النتن. أنت فرحان؟ بس يا ست. مالك؟ أنتوا عندكم في البيت ده عفريت. يعني جايبينك تنصور جنبك في إيه؟ تنصور؟ بقول لك عندكم في البيت عفريت. أنا خايف. خد والنعم. خد يا راجل أنت لما أنت خايف جاي. أنا خايف عليكم. بقاله قد ايه في البيت؟ بقاله فترة. مين شافه؟ انا شفته. مين سمعه؟ انا سمعته. قال لك ايه؟ بسني. بسك؟ ده عفريت عنده نظر على فكرة. وانا ما بسنيش. عفريت عنده عزة نفس وكرامة. ده جامع مين؟ اديك في وشك ابعدي. بسم الله. مين الكبير هنا؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الاخ؟ الوكيل يا سيدي. توكيل؟ ايه الاسم السخيف ده؟ لا الوكيل. ليه باباك سماك توكيل؟ شغال في الشهر العقاري بابا؟ إيه ليه كده؟ اختك اسمها كونتراتو؟ يا عيني. انتوا من عيلة دفتر بتاع الدمنهور. عمك كراسة كان صاحبي. في ايه يا راجل انت؟ في ما شاء الله عليك. وانت ابوك كان شغال في فرن عشان يسميك بقسومات؟ وماله بقسومات؟ البقسومات طويل وانت بتفور معفن. اختك اسمها قرص، ابوك اسمه الحاج فينو. كده 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 كده. ايه اللي بتعمله ده؟ انا هرد لك الاهانه بعد ما اقوم بواجبي. بسم الله. بسم الله يا حاج توكيل. ايوه. العفريت اللي عندك نوع من الجد. اجيب لك ميه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا.
رجاله مين يا عم؟ ضيوفك ضيوفي. انت هتعمل فيها جوز اختي؟ اقف لنا بقى. ايوه شرفتنا يا سيدي. عارف مين في بيتك يا راجل؟ مين؟ واو مين؟ واو يا واو مش فاكرني. انا بتاع الرحله اللي اتلغت اهو. ترميزه اللي على الخرم مديحه معاه. واو واو ورا ورا. لا دي واو الجماعه غير الواو بتاعتكم. ايه يا طه يا زه؟ مين يا طه يا زه؟ ايه طه زه دي؟ تصدي فيكم وانا فاهم حاجه. ده يظهر الكلام بجد؟ كانت تصدقي الاستاذ صوابع زينب اللي جايبينه ده ولا ايه؟ سيبوني عليه وانا هلاعبه. ازيك يا استاذ بقسومات؟ اهلا يا ست. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. تحب تشرب حاجه ولا اجيب لك كوبايه شاي بلبن اسقيك فيها؟ حتى انت انفدي بجلدك لقلبك ماسوره وانت واقفه. جرى يا سمكري؟ جاي اديك في خدك. بسم الله. استاذ قرقيش الواد ده متخلف. شويه ها عايزك. انا بحس بيهم. انا عايزك. هو بيلعب في الضيوف كده على طول يا حاج. ايوه بس مش موزي. انا مالي ده هيفرهدني. طب الراحه استني يا عيني. ده مرض نفسي جديد من النوع اللزاق يا حاج. معروف اسمه في امريكا سوليتيب. بيتعالج ما تخافش. بيسموه في اليابان اوهو قد كده. ده بقى النوع المصري الامير اللي ما بيطلعش ده. خلاص ماشي. ايه طب بالراحه بالراحه بالراحه. تعبانه تعبانه مره مره تعبانه والله مره تعبانه. طيب يا استاذ عايزك كده اعمل بيه. ده مجنون. اعمل ايه؟ عايزك عايزك. خدمتك يا سيدي. عمر عايزك بس مش عارف فين. تعال ناخد شقه في الهرم. مش عارف فين. ايه ده عبيط ده ولا ايه؟ عايزك في موضوع. امرني. ايه انت بتكلم صرصار في الارض؟ ما تقف بقى. عاوز ايه؟ عايز خدمتين قبل ما تصرف العفريت. اول خدمه اركب عربيه مرسيدس. عربيه ايه؟ مرسيدس. وعايز العفاريت تجيبها لك؟ يا ريت. العفاريت ما بتجيبش مرسيدس مستحيل. طب بلاش. ايه مرات الست وحشه قوي وعايزها حلوه. يا ريت يا استاذ. معاك صوره ليها؟ لحظه هات. لحظه كتر خيرك. هات اتفضل. عايز المرسيدس لونها ايه يا حبيبي؟ العربيه كلمني على العربيه. عايزها ايه؟ طب بص هنا. لا 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 تاخد الصوره دي وتروح لعمك غبور هيكتب لك تنازل عن المعرض. يلا يلا. تعبان تعبان عالجه عشان بيموتوا في الحوض. خلي بالك في الحوض النوع ده. ايوه. لا لا ايه احنا هنرقص ولا ايه؟ ايه ده؟ لا معلش. لا ممكن يتلبسوا واقفين. بس يا اولاد بس. أيوة. بس اتفضل. يا حاج استمارات. إيه؟ مين استمارات؟ استمارات توكيل كل ورا حكومه كبيرك. امضى ويرموك في درج ما تقرفناش. يا سلام ما انت كبيرك كحكه وبيرموك في صاج. يا حاج. ايوه يا سيدي. بسم الله. هات لي حله قلم ونيوم. حله يا مريم. حله ادي عيد. يلا السمع والطاعه. اتفضل الحله يا استاذ بقسماط. هات الغطا من ورا ظهرك. الله اكبر الله اكبر. تش عرفك ان الغطا ورا ظهره؟ شفته وهو بيخبيه. يا عم اصحى اصحى. بسم الله. يابا يابا يا عم انت الرعب اللي انت هتعمله لنا ده. انا لازم اعمل رعب. مش جاي اطلع عفريت ولا جاي اركب لكم الستاير. انا اهدى يا بابا اهدى. بسم الله. الحله دي الومنيوم؟ الومنيوم. وعندنا كمان الومنيومين. يا راجل شوف عيله ما بتخلفش تصدق بيه. خد ثوابه. والله صدقت بيه بيرجعوه تاني. عندهم حق. ايوه بسم الله. يا ساتر يا رب. اتفضلوا. يا اختي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت طالع لهم؟ استنى يا عاد طالع لهم يعني؟ لا مش دلوقتي. عشان لو طالع اصل انا ليا فلوس فوق. ايوه بسم الله. يا اختي يا اختي ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه البيت ده مخروم من فوق؟ ليه؟ يا ساتر يا رب. انت بتعمل ايه؟ استنى يا عاد. ايوه ده حركه حلوه. ايوه عرفوا لي مين هو.